أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر والشفع والوتر والليل إذا يسري. هل في ذلك قسم ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فصف عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. فأما الإنسان إذا ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمني. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانني. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. كلا وجاء ربك والملك صفا صفا
لنا يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العلي العظيم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تسوى تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من مريع لا يسمن ولا يغني وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب ونغارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال
لست عليها بمسيطر، إلا من تولى فيعذبه الله العذاب الأكبر. إن إلينا ثم إن علينا حسابهم. صدق الله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. صدق الله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه